مستر فيريرا غير مكان السنة اللي فاتت زيزو ولعب في نص الملعب، ايوه برضه ما لعبش في منتخب أساسي. انا كنت سعيد جدا بالمكان ده ونجح فيها جدا، وكان واخد هايل بالك بصراحة. ازاي؟ لانه هيلاقي المكان، لان برضه ايه، اللعيب اللي بيلعب كويس في النادي وكويس قوي زياده عن اللزوم لابد ان يكون له مجال في المكان في المنتخب. المنتخب هو التتويج طبعا. يعني، كنت اتمنى ان احنا ما نبقاش متفرجين دلوقتي على كاس العالم، واخد بالك ازاي؟ انا بقول ان زيزو تغيير مكانه السنه اللي فاتت اجاد جدا 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 خلاص. وكنا برضو مستغربين من تغيير مكان امام عاشور، كنا مستغربين من تغيير مكان عبد الله جمعه. المسلوسي النهارده ما بيلعبش باك رايت، بيلعب تالت في خط المدافعين. طارق المدرب ساعات دلوقتي اوباما، انت بتقول اوباما والهجوم عليه والضغط عليه، اوباما لازم بمساعده نفسه، اولا لازم بمساعده نفسه يفهم ان هو لعيب كبير، صحيح، وان الناس غضبانه منه، زعلانه عليه، صح، زعلانه منه، صح، يعني الناس زعلانه عليه لانه اوباما بين لما طلع لعب في الفريق الاول وكمل بين مستوى رائع جدا جدا جدا، والناس كلها كانت بتقول عليه ان ده جوهره جديده من جواهر نادي الزمالك. بالظبط. فالناس زعلانه على اوباما، ارجو انه يرجع انه يلعب ياخد ثقه في نفسه. على فكره اوباما اول ما لعب وهو صغير، كنت انا بشتغل مع ميدو مدير كوره، انا استغربت جدا من اللعيب الصغير ده اللي عنده الثقه دي. كان عنده ثقه غير طبيعيه. صحيح. اين هذه الثقه الان؟ انت اوباما في فرقه، بالكلام اللي اتقال له، انت في فرقه واخد الدوري سنتين ورا بعض، واخد الكاس، واخد بطولات، انت راجل بتلعب وبتجيب بطولات للنادي، لازم ترجع، مفيش حد بيكرهك. صح. انت لعيب كبير جدا والناس زعلانه منك، انما بالنسبه لزيزو انا شايف ان المدرب بيتعامل، ما نقولش بقى اصل كان في سامسون وما لعبوش، اصل مش عارف. بص الرؤيه الفنيه، مدير فني زي فيريرا مش ممكن هيبقى عنده لعيب مهم ويقدر يكسبه في وقت من الاوقات وفي وقت فيه نقص في التيم وهيستبعده خلاص. ممكن تكون حصلت، واحد يقول لي طب ما في مره ما لعبش زيزو وبن شرقي وكسبنا، الكلام ده ممكن يحصل في اوقات بس مش على طول، في اوقات برضو انت محتاج للعيبه اللي بتعمل الفرق في الملعب.